هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في الأصبع الأوسط أو السبات؟ الظاهر لي أنه لا بأس إذا كان هذا من عادة النساء أن يتحلين به، وأما ما ورد من النهي في وضع الخاتم في السبابة فقد يقال أن هذا خاص بالرجال، وأما النساء فإن العادة في التجمل تبيح ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم.